بقى نبدا الريجيم انا ونعيلا لا انا ما عيشش اللي بغى يرقاق هنا واللي بغى يغلط هنا الحسا الفلاليه ديال تيتمان ترسها ايفيكاس هي اللي كتستعمل نهيله حاليا وعيشوشه حتى هي كتستعمل باش كنتغلط داكشي علاش غادي نديرو انا وياها ان شاء الله الريجيم يلا ليتس جو نشارك معكم شنو داك الريجيم اللي جبت يلا حنا قلبنا لك الكاميرا واش كيديروا هذا كيديروا هادشي هنا لا لا هادشي خليه هادشي هادشي ديكو شوفوا يا اخوان الا كانت الكنافه ما غاديش ندير ريجيم يوم الثلاثاء ان شاء الله وهكا فوق هواك الحنين صافي كاينين صافي الله يسخر يلا السلام عليكم شكرا على المشاركه باي باي عيشوا شنو عيلا تبقاو اي كان دابا ما كنحش نكره دا يوكا ماما يكاي يعني يكاي حكني ايه ما طقطا وي شوفوا قالت لي قبل صافي غير الكاميرا هذيك ماما ديال السطح واش كدير راسك ما عمرك شتيها ما كنتش نحبش حكي يلا ماما سلامة شكرا على الزياره هاي دار دي ميغا وي مين البابا وين لا فاي انا ما كنزيرش نقولك عاصو قضا بعدا يجي مزيان لي راه تبقى بعدا لا شكرا باي باي يلا شكرا 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 غادي نفرقوا المهام بيناتنا اوكي انا غنطيبوا الاكله ديالها كل وحده فيكم غنقول لها شنو دير فهمو فيكم انا غنعاونكم ماشي مشكل صافي هي عيشو شا انت غادي تغسلي لي هاد الخير هذا وخضره كل حاجه تغسليها وديريها في الباريو ديالها العنب دوك سميتو البروكولي لا البروكولي لا والشلاضه لا هذاك الشيء الاخر راهي هاد الصوب ديال شي ايماميسين وين اخوان انا الرز كيف لي ما تستعملوش اليوم غادي اليوم صار بدا حيت لي هذا ومدوش ليا حطيتش داك شي حاجة فيها الكربوهيدرات راسي ماما معلقة معلقة هما المعلقة نوعية ها هما المعلقة في ها كي راهم يسالي ها هو ها كي علاش غادي غسلي لي هادي ديك مقلا غادي Yeah.
بطاقه ما كاينش شي بالله شنو ندير ليها الخا انت ما طلعوها لا ما كاينش ما طلعوها لا الناس ما خاصهمش يقولوا لولادهم كلخ ولا مكلخه ولا انت ما دايراش ولا ما فعلاش راه كل واحد والدرجه ديال الفهم ديالو كاين اللي كيفهم كيستوعب الحاجه وكاين اللي ما كيستوعبهاش دغيا كتقولي ديري البنت شفتي ديري البنت معينه طلعي الفوق ولا ما الاخوان حسيت بالمناسبه دعوا معايا بالشفاء مريضه شويه لقيت عندي المسران منفوخ ليا شويه قولوا لي عندي الاعصاب في المسران قولوا لي الله يشافيني هاك تسيري هادشي هاك هي هو شوفوا ماشي هاد الصومون واش كيتقرا علاش غندير دابا نديرو شويه ديال لاصوص ديري انا ما ناكلش ما تاكليش نقطع لي باش بابانا ماما ما خصها تقطع واش نقطع لك هنا لا كي غتقطعيها بعدا غتشوف هاد بحال هادشي خصك تحيد راه هي شلاضه شلتي شلاضه وتحيد هادشي ما حياك هاد حيدو صافي مشات هاد الشيء صافي مشات هاد الشيء صافي مشات هاد الشيء صافي مشات هاد الشيء صافي راه تغسل هي تحيد راه ما حليتيهاش ما كتسماش تغسلات صافي دابا صافي غسل ليا غير هادوك شويه ديال الكروفيت المهم كنت باغا ندير زعما غير ندوزو شويه ديال الزبيده ولا شويه ديال زيت العود ولكن الاحسن نديرو مع شوش بلونش زيت العود بلاش ما ندير زيت العود لان هذا ديجا فيه لاسيزونمون هذا اصلا ديال الكيكه ندير غير شويه اخوان ننصحكم ما تشريوش الخص من المرجان كله خير شرب ايه من عند داك اللي كيتباع ثلاثة دراهم جوج دراهم في السوق انا الصوم هذا نقطعو بحال هكا باش يجيوني طريفات صغار شتي هي شوفي ديال زيت العود شوي كاش بابي كويزين عطيني عطيني حليه الحليه عطيني واحد جوجات راه كنقي لا لا ما تحطيش بغيت تغسلو من الاول حطي لي واحد زلافه هاك
زلفه كاع صافي بركه ما قيله بركه غير هكا علاش قلتيني كاع علاش كي كاع حليه ماشي تقبيل ولي 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 لا يا خويا غندير دابا لا سالاد طبعا كندير الخس كندير هذا الطيه هذا الوصفه شفتي شفتي الخيار صاحبي منين جا هذا قطعتيها كبيره بحال هادو اللي كبار كتقطعيهم عاوتاني على جوج غنزيد عليه الكوغ دو فاني ندير شويه د الملحه اللي جبنا ديال الريجيم قلتلي هادو معايا سمعتيني اش قلتلي عطوني هاد الغوتو لا غسليهم دوري 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 تيهم في البلاد غسليهم طاوري ضربت كرشاك شحال فيك ديال لا ما حكرناش حنا قلنا ليك بعد ما تخربقي
ماشي ديما. يالله يالله ليتس جو. المهم لي صومون ديالنا هكا جاو. ماشي باش نشق بلاصه راه بلاصتي هذيك. الشلاضه هكا جات انتوما صراحه مفيده جدا وغنيه بزاف الحوايج اللي كيدير لي حاجه. طبعا دانون وكوكا زيرو والخبز ديالنا كومبلي صافي. شوف دابا غنديروا الديكوستاسيون خلينا من الهضره داكشي كامل نديروا الديكوستاسيون ذوقوا وتعطوني رايكم صافي بصراحه صافي يلا صراحه الحوت فيه صداع الحوت فيه صداع انت فيه بزاف ويلي يلا دابا زال وقت ديال الديكوستاسيون عطوني رايكم صراحه. واش هاد الشويه قال لك دابا انت هاري هاري هاديك الزربه 20 بلا بالزربه كل وحده فيكم دوقي بعدا انت الاولى اللي طيبتي. يلا غندوق انا الاولى غندوق انا الاولى الشاف واش كيدوق انا الاولى دابا الطاهي واش كيدوق هو الاول. اه وصراحه في الكوزين شفت فيكم كيطيب كيدوق. انا ذقت غندوقو من دانون ومن هنا. لا دانون عطيك غندوق غير خشي عيشة كيفاش كندوق من دانون. دانون لا كاع ذوقي علاش علاش راه انا الاولى هي قلتي ذقتي. لا الشلاضه مزال ذقتها. يلا بسم الله خاصك تاكل الخص ماشي لي زونتينيو لي زونتينيو. عيشة عرفت انا صافي صافي لي زونتينيو. شنو هي بعدا لي زونتينيو بالرجولة بصراحة عطينا ندوقو الشطة ديالي واعرة. لا قلتو العكس انا عرفتكم مع محسدات. بسم الله شوفي كل واحد الان وقته اختلف. قال لك اخويا اللي تصدق كلي 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 وكل بذوقك نندوقو. بسم الله مينا ومن ناحية هذا ديزا يعني ما غاديش تحسو بداك المرار ديال ديزا. هما هنا زوينة زوينة ماشي ديزا. لا ديزا حيت انا ما دايرش الريجيم ما كتعجبنيش الريجيم داك الخبز هي ياكل اي واحد تعيش بنين حاجه. ها قلت انا ما حسيتيش دابا الخبز كتكون فيه واحد واحد النكهه في الشكل اللي كيعيش بوحدو القياده برونجور. هاد الشاره زوينه الصراحه انا دوك هذا هادي زوينه لا خشي خشي واحد دوك شدي شدي جبين عطيني عيش وشو
ايوا ملح شويه تسكي ملح لا ما درتش شي ملح انت اصلا ما كتاكلش باش هذا زعما بلاصه محروقه تاخذ زادك نايس داك ملح شويه والله دست لي دوكي دوكي باش تشوفي تخطو زوين وليك ما عجبنيش لا لا زوين شوفي مره اخرى حنا دابا غير كنقولوا لك حيدي هذا طيب ما تقولي من مالك والله لا مالك انا كتعجبني مثلا هكا مالحه دوقي دوق ماشي مالحه فيه بيتا ما نعمل برسطرس مع البروشات ما كيف هذا كيف يحتاج السلكين البروشات السلكين كنتو ما ماشي الصراحه ما كيكريتيكو فيا طلع طلع كنقول لك الصراحه ماشي كيكريتيكو اقل من الملح العادي داكشي بس انا ندوب ليا تاع الملح